يا هلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم يا هلا. نبدأ الحلقة بهذا الخبر، حيث حذرت وزارة التجارة والصناعة الشركات السعودية من تسويق واستيراد تمور إسرائيلية تحت مسميات دينية مطبوع عليها عبارة صنع في فلسطين. وزارة التجارة والصناعة أكدت في خطابات رسمية وجهتها لمجالس الغرف التجارية بأن شركات إسرائيلية تقوم بتسويق هذه المنتجات، وذلك لغرض الالتفاف على قرار مقاطعة منتجات المستوطنات للأسواق الأوروبية. خلونا يعني يكون عندنا تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع، وينضم معنا عبر الهاتف المتحدث الرسمي باسم الجمارك السعودية الأستاذ عيسى العيسى. أستاذ عيسى حياك الله معنا في برنامج هلا. سؤالي، هل وردت هذه التحذيرات لكم في مصلحة الجمارك؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا دعني أبدأ بشكركم وشكر القناة على الاستضافة. فيما يخص السؤال المتعلق بوجود تمور من منشأ إسرائيلي ترد إلى المملكة، طبعا لم يسبق للجمارك ضبط مثل هذه التمور. نستبعد في الجمارك وجود مثل هذه التمور لعدد من المبررات والضوابط والاعتبارات. إن سمحت لي أذكر بعض الاعتبارات اللي فعلا تمنع هذا المنتج. أولها أن الجمارك لديها آلية للتأكد من المنشأ. معروف طبعا أي بضاعة ترد أو تستورد للمملكة يجب أن يصدر لها فاتورة من المنتج أو المصنع، هذا أولا. أيضا يجب إرفاق شهادة منشأ من جهة صادرة، من جهة رسمية في بلد التصدير، وأعني بذلك الغرف التجارية ببلد التصدير تشهد بأن البضاعة من إنتاج نفس البلد. فحنا نتكلم عن اللي يرد من مصر أو من فلسطين أو ما إلى ذلك، يصدر معه أو يصاحب منشأ تشهد بمثابة الجواز للسلعة. أيضا السلعة نفسها ذاتها عليها دلالة منشأ، الجمارك تطبق دلالة المنشأ أنه أي بضاعة ترد إلى المملكة يجب أن يكون عليها دلالة منشأ محفورة غير قابلة للإزالة، ثابتة بمعنى آخر. الجمارك تقوم أو موظفين الجمارك يقومون بالمطابقة بين المستندات لمنشأ الفاتورة مع البضاعة ذاتها مع دلالة المنشأ. طيب خلاف. طيب سيد عيسى بس أكمل الجزئية هذه. طيب تفضل، عندي سؤال متعلق فيها، تفضل. نعم، في حال اختلاف أي شيء بين المطابقة بين الشهادات والبضاعة يعني مجال الاستيراد طبعا يتم منع دخولها. أيضا أي شبهة أو أي علامات أو دلالات أو لغة مثلا عبرية أو ما شابه ذلك، طبعا هناك تنسيق وتفاهم تام بين مصلحة الجمارك ومكتب مقاطعة إسرائيل الموجود في وزارة التجارة بحيث أنه تدرس الحالة. طيب سيد عيسى، يعني أنت تقول لي بس عشان أكون استوعبت أكثر، أنه مستحيل أن يتم يعني دخول أي من المنتجات الإسرائيلية إلينا؟ نعم. طيب بس طيب ليش طيب أصدرت وزارة التجارة هذا التحذير للشركات وأرسلته بعد لمجالس الغرف التجارية وحذرتهم من أنهم يستوردون هذه التمور اللي طبع عليها عبارات دينية وكتبوا عليها صنعت في فلسطين؟ يعني معناته انه انت تتكلم استاذ عيسى، بس يعني على اساس اكون استوعب، تتكلم عن الطريقه يعني المباشره، انه اذا كان مكتوب صنع في اسرائيل اكيد ما راح يدخل، لكن لو كان في اساليب ملتويه مثل اللي ذكرتها وزاره التجاره، صنع في فلسطين وغيرها من هالامور، كيف يعني هي حذرت وانت تقول لا والله مستحيل انه يدخل لنا هالتمور ولا غيرها؟ طبعا احنا نتكلم عن اجراء احترازي، التحذير هو اجراء احترازي، لانه في النهايه الافضل طبعا الوقاية خير من العلاج. فأنت تحذر التجار لئلا يقعوا في مغبة ذلك وبالتالي يتكلفون ويخسرون، لكن عند الوصول في الجمارك طبعا هذه بتطبق بالكامل. إضافة إلى ذلك طبعا خلني أضيف بس اعتبار مهم جدا، يعني الآن المملكة مصدر رئيسي للتمور، من يستورد يعني التمور إلى المملكة يكون كما يقال في المثل كجالب التمر إلى هجر. يعني أنت الآن عندك التمر بأسعار رخيصة جدا وتصدره، فغير المنطق أنه يتم استيراد التمور من بلد آخر إلى المملكة. أضف إلى ذلك أنه عندنا بالجمارك طبعا نطبق معايير أو إدارة المخاطر،
من ضمنها استنباط مؤشرات كثيرة، مثلا وروز إرسالية من دولة لم يعهد بها إنتاج مثل هذا النوع يعتبر عندنا مؤشر خطير جدا. أيضا التمور أصلا استيرادها للمملكة قليل جدا، يعني لا يكاد يعني لا يذكر مقارنة بالصادرات، يعني ما في تمور أصلا تجي سواء يعني كانت بشكل رسمي أو غير رسمي، قليلة جدا جدا كاد لا تذكر. يعني طيب وزارة التجارة ما حذرت وأرسلت الخطاب، خطاب التحذير لمجلس الغرف التجارية وحذرت الشركات، طيب من باب أولى أنا بعد ترسل لكم هالخطاب ويكون بينكم بينهم تنسيق؟ لا في تنسيق كامل وموجود التنسيق كامل، لكن مثل ما ذكرت أنه في كثير من الأحيان أنه دائما توعية التجار والتعامل أو الشراكة مع القطاع التجاري أنك على الأقل تنبه للمخاطر بحيث أنه لا يتكلف يشتري ويتكلف مثلا مثل هذه الأشياء وعندما تصل تصادر أو يمنع دخولها ويعيدها مرة ثانية. طيب واضح. فالهدف طبعا وقائي أكثر من كون أنه طيب خلينا نتكلم عن نقطة أخرى، يعني أبغى يعني آلية الضبط عندكم، يعني سواء لهذه التمور ولا غيرها من المنتجات المخالفة للاستيراد داخل الأراضي السعودية، وش آلية الضبط عندكم؟ وفي نقطة مهمة، ترى موظفي الجمارك يعني قاعدين يقومون بدور كبير، يمنعون دخول أشياء كثيرة يعني للبلد ممنوعة وأشياء لها مضار على المجتمع. في السؤال يطرح نفسه، هل في مكافآت مجزية لهم يعني تحفزهم أكثر على العمل على العطاء؟ طبعا يعني مثل ما تفضلت أن موظف الجمارك يقوم بعمل كبير جدا، ويعني في النواحي الأمنية وفي النواحي الاقتصادية وفي النواحي الاجتماعية، يعني محاور كثيرة جدا تتم بالعمل الجمركي. فيما يخص المكافآت بالتأكيد يعني حرصت مصلحة الجمارك على تحفيز الموظفين و تشجيعهم على البقاء ببذل المجهود المعتاد منهم من خلال طبعا الحوافز المعتادة، إضافة إلى المكافآت التشجيعية عند القبض. عندنا نوعين من المكافآت، إذا ضبط موظف الجمارك مادة ممنوعة بغض النظر وش تكون المادة، مجرد ما تضبط عندنا نوعين من المكافآت، مكافأة تشجيعية هذه تصدر مباشرة في نفس اليوم أو في اليوم التالي من معالي مدير عام الجمارك خطاب شكر مع مبلغ مالي، لقاء طبعا القبض أو ضبط الموظف. المبالغ المالية لها آلية معينة عندكم وبعدين؟ نعم لها آلية معينة، هذه في نفس اليوم أو ثاني يوم. طيب لا بس طبعا عندنا بلا شك الضبطية في محاضر وتعرض على لجان اللي هي محاكم إدارية للبث فيها، وفي نهاية المطاف إذا صدر قرار نهائي بموجب النظام الجمارك الموحد يعطى الموظف مكافأة من الغرامات المحصلة. فهي نوعين، يعني في مكافأة نظامية وفي مكافأة تشجيعية هذه تصدر مباشرة. طيب في مثلا يعني حد معين لهالمكافآت تقريبا التشجيعية ولا النظامية؟ أتكلم عن التشجيعية. التشجيعية طبعا تعتمد التشجيعية طبعا هذه يعني مباشرة مع المدير عام الجمارك، وتقريبا يعني ما تقل أنا أتصور عن 10,000، هذا مجرد فقط. طيب عيسى خليني بتكلم معك، لو موظف جمارك ضبط ضبطية ممنوعات قيمتها الملايين يكافأ ب10,000 ريال على سبيل المثال؟ لا أنا أتكلم الآن يعني خلينا نفرق بين شيئين، بين المكافأة النظامية والمكافأة التشجيعية. أنا أتكلم عن التشجيعية هذه الحد الأدنى لكنها مرتفعة على حسب طبعا طبيعة المادة، لكن نجي الآن للمكافأة الثانية، هذه تصل بعضهم مثلا يأخذ يمكن يصل إلى 1,000,000 ريال المكافأة للشخص الواحد، قد تصل على حسب، لأن النظام طبعا حددها وفي دول الخليج مطبق كاملا يعني النظام محدد بنسب معينة للمكتشف وللضابط وللمساعد وما إلى ذلك، نسب محددة من الغرامة وبالتالي ما فيها مجال للاجتهاد. طيب شكرا. عندنا نتكلم عن شيئين، هذه الآن التشجيعية هي فقط تشجيع للموظف، وفي نفس الوقت مع خطاب شكر هذه طبعا المجهود اللي بذله بغض النظر حتى لو كانت الكمية قليلة، لأن الهدف تحفيزه، لأن طريقة الاكتشاف هي اللي تهم أكثر بكثير. طيب شكرا. وأحيانا يكون الكمية القليلة كشفها أصعب من الكمية الكبيرة. شكرك سيد عيسى العيسى المتحدث الرسمي باسم الجمارك السعودية، وأكيد موظف الجمارك يعني قاعد يقومون بدور كبير، والأكيد أنهم يحتاجون الحقيقة إلى التفاتة كبيرة، تحسين أوضاعهم، تحسين أمورهم بشكل كبير. يكفي أنهم يقفون حماة على منافذ البلد من دخول أي شيء من الممنوعات اللي قد تضر يعني
بالمجتمع أو تضر بالبلد. خلونا نطلع فاصل قصير وبعد الفاصل نرجع لكم.